بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجردة، مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسنى العظيمة. إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكومنت ولايك وشير ليشرك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فإلى فائدة اليوم، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان فائدتنا النهاردة إن شاء الله هي وداعا للفقر مع هذه الصور القرآنية المباركة. ده عنوان فائدتنا اليوم إن شاء الله رب العالمين. هذه الفائدة الكريمة من داوم عليها ففيها خيرات كثيرة من فتح أبواب الأرزاق من حيث لا يحتسب بإذن الله تعالى، فهي من الضر النظيم في خواص القرآن العظيم، والمستحب عملها في جوف الليل في أي يوم، في جوف الليل ده المستحب. وإن لم تستطيع وراك شغل وراك كلية فبعد صلاة العشاء لا بأس، الدين يسر وليس عسر، والروحانية يسر وليس عسر. أكتب ورايا ورقة وقلم وأكتب خطوات هذه الجوهرة القرآنية الثمينة. أولا، إخراج صدقة بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قد طاقتك. ثم صلاة ركعتين لله تعالى مع استحضار عظمة وجلالة الله سبحانه وتعالى، ثم الاستغفار بهذه الصيغة: استغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه. كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المباركة: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المتقين. كم مرة يا محمد؟ 7 مرات. ثم ذكر اسم الله واجد، ولكنك بتذكره بياء النداء: يا واجد. كم مرة يا أبو محمد؟ بسر قوة عدده 14 مرة. اذكر اسم الله يا واجد 14 مرة. ثم جاء دور الصور القرآنية المباركة العظيمة، ثم قرأت هذه الصور المباركة الشريفة، هي صورة الرحمن الواقعة، الفجر، الضحى. كل واحدة، كل صورة
واحد مرة فقط، ثم ذكر هذا الدعاء المبارك القصير المخصص لهذا الأمر مرة واحدة فقط. يا واجد، يا غني، يا كريم، أسألك بعظمة سورة الرحمن وبكرم سورة الواقعة وببركة سورة الفجر وبقدسية سورة الضحى أن تغنيني من فقري وتوسع علي من رزقك وتبارك لي في عملي وتسعدني في حياتي وتجعلني من الشاكرين لك على نعمك وأن تبعد عني الفقر والبؤس والضيق وأن ترزقني العافية والسعادة والسلام. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به أحد من عبادك وملائكتك، أسألك جنتك الفردوس ونعيمها وكراماتها وحسن مقبلها وجلالها، وأن تجعلني من عبيدك الصالحين المتقين المخلصين، وأن تجعلني من المقربين إليك، وأن ترضى عني، وأن تدخلني جنتك بغير حساب ولا عذاب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اغتنموا هذه الضرة الكريمة واعملوا بها، فهي بإذن الله أكيدة لفتح الأرزاق من حيث لا تحتسب بإذن الله. اعملوا بيها وتوكلوا على الله، وربنا يوفق الجميع بالصالح والخير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة. التواصل معي على الواتس للكشف والعلاج الروحاني فقط، وليس للتعارف والدردشة، من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة، وفي أمن الله وحفظه ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.